لم يعد اليوم العالمي للمعاق يعني شيئا لعائلة سيد إدريس بتسمسيلت، فهذه العائلة التي تضم 8 أفراد يعانون من إعاقات مختلفة باتت غير قادرة على توفير احتياجاتهم. أما الأجر الزهيد الذي يتقاضاه الوالد فهو بالكاد يكفي لتأمين الطعام. 4 بنات و4 أولاد معوقين، معوقين ذهنيا وبصريا وما يستفادوا حتى مشي، وأنا شهرتي ما لحقتنيش باه نعيشهم، وراني مريض وراني ما طقتش خلاص. ريايا بريادة خويا يا مكاش اللي يشوف لينا خاوتي بطالين ما يقراوش وما صابوش الخدمة، ما صابوش الخدمة ومرضى، مرضى أنا كاع مرضى، اللي مريض من عقله اللي مريض من جسمه، ها راه مالي ما يش حتى طيق تنوض ليديها، الساتر في كار أيهال ما لقيتش بيها تروح الديوي. هؤلاء لم يستفيدوا من أي منحة رغم حصول البعض منهم على بطاقة معاق، ما جعلهم يفقدون حق الرعاية الصحية والاجتماعية. ما نخلصوا، ما أتنا حتى من حقيقتي نقع في الدار، يعطونا باش نديو على رواحنا، يديو رواحنا لا السكنة، السكنة رانا نبيتو في البرد، أنا وشيريت هادو ضايقين وساكين. مديرية النشاط الاجتماعي تقول إن هؤلاء لم يودعوا ملفاتهم لدى مصالح البلدية من أجل الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن لذوي العاهات، وهو ما يستدعي تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أوضاع هؤلاء.